ما تشغلش دلوقتي احنا هنا. لا انا بتكلم على الباب. اصل الباب ده لازم تقفل. طب ماشي ماشي. عدى حضرتك. كتكوت بتكون كائن حي، فما بالك تعمل ايه لينا يعني. اعلى المواصفات الغذائيه قيمه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها هي في البيضه على الاطلاق. خد بالك بقى، العلم الحديث بيقول لك ايه. كان في ناس كبار في السن اللي زيي حضرتك، لسه مش كبير يعني، لكن بيقولوا ايه